اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم حبايبي طلب التانية ثانوي إن شاء الله النهاردة معانا الدرس الخامس هو المتتبعات الهندسية من كتاب المعاصر جبر تاني ثانوي إن شاء الله يا شباب هيكون لسنا كده حلقة في الجبر إن شاء الله تعالى وهننزل بقى بالمراجعات الجامدة حرفيًا المراجعات بتاعتنا شباب اكيد انتوا عارفينها والناس اللي جات معانا الترم الاول بننزل ملخصات كتير جدا 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 للمنهج بننزل بحل كتير جدا حرفيا يعني كانت المراجعات بتاعت الترم الاول يعني ما نقدرش نقول ان الامتحان جاي من خارج لكن الامتحانات اصلا كانت الترم الاول فيها امتحانات مش منطقيه قوي تمام لكن هو الامتحانات في حد ذاتها بتاعت الترم الاول تقريبا المراجعات بتاعتنا كانت مغطيه عليها انا مش بقول الكلام دوت بقى اللي هو تفاخر وكده لا حرفيا يعني نفس الكلام اللي انا بقوله بالظبط واكيد الناس اللي معانا الترم الاول هي اللي تحكم بالكلام دوت طيب يلا بينا كده بقى ناخد الملخص بتاع الدرس الخامس وهو القوانين بتاعته سهله جدا خالص وهنحل من كتاب المعاصر طيب بيقولك لك هنا الحد الاول جاب بيساوي الف تمام تمام والحد الاول طبعا ده بيساوي الف جون واخدين في المتابعه الحسابيه ودي حاجه احنا عارفينها طيب تاني حاجه بقى هو هي الرو الرو ديت اللي هي اساس المتتابعه الرو اللي هي اساس المتتابعه طيب يعني اساس المتتابعه لو تفتكر في المتابعه الحسابيه كان عندنا حاجه اسمها الدال اللي هو كل قد ايه بتزداد المتتابعه ديت تمام كل قد ايه بتزداد المتتابعه اللي عندي ديت يعني لو مثلا انا عندي هنا متتابعة 2 وهنا مثلا أربعة وهنا ثمانية قال لك ان انا لو قسمت ده على ده يساوي اسم دوت على ده ده اللي هي اسمها ايه ده اللي هي اسمها الراء قال لك الحد النوني زائد الواحد اللي هو مثلا الحد النوني زائد الواحد اللي هو الحد الثاني على الحد الاول بيساوي ايه بيساوي الحد دوت على الحد دوت تمام تمام طيب قال لك بقى الحد النوني لو طلب منك الحد النوني يبقى ده القانون بتاعها تمام الحد النوني بيساوي الف وبعد كده الراء اللي احنا لسه عارفين جبناها ازاي وبعد كده نون ناقص واحد نون اللي هي رتبة الحد نون اللي هي رتبة الحد او عدد ايه او عدد الحدود طيب اما يجي يطلب منك اساسا ما الحساب الحس الهندسية يبقى هو عايز قيمة الراء لو عايز هو رتبة الحد يبقى هو عايز قيمة النون يلا بينا ندخل نحل ونقول بسم الله يلا بينا كده نبدأ نقول بسم الله بيقول لك رقم واحد الحد الخامس من متابعة الحد الحد النوني حيث ان الحد النوني بيساوي 2 في 3 اس ن ناقص الواحد ولكن هنا ظهر لي الحد الخامس فبالتالي انا عندي هنا قيمه النون بتساوي 5 حلو الكلام خلاص انا هروح اعوض هنا ب 5 يبقى الحد الخامس الحد الخامس بيساوي 2 في 3 اس 4 طيب جبت الأربعة دي ازاي انا حطيت 5 ناقص الواحد عوضت بقيمه النون تمام 2 في 3 اس 4 اللي هي بتساوي 162 على الحاسبه اللي هي الاجابه رقم ب تمام طيب رقم اثنين بيقول لي ايه اي مما ياتي يكون متتابعه هندسيه طبعا المتتابعه الهندسيه قلت لك لو انا قسمت دوت على دوت بيساوي نفس القيمه لو انا قسمت دوت على دوت طبعا خمسة على 2 فيها ال ونص اما 8 على الخمسه فيها واحد وستة من عشرة طبعا مش بيساوي بعض خالص تلاتة وتلاتين على تلاتة ديت بتساوي حداشر عندك تلاتة على تلاتة وتلاتين بتساوي واحد على حداشر برضو مش بيساوي بعض خالص خمسة على سالب خمسة دي طبعا حاجة اسمها متذبذبة متذبذبة هندسية يعني تلاقي واحدة بالموجب واحدة بالسالب واحدة بالموجب واحدة بالسالب ما علينا ديت برضه حاجة من ضمن الحاجات يعني سالب خمسة على الخمسة دي طبعا بسالب واحد خمسة على سالب خمسة دي بواحد بسالب واحد وهنا برضو بسالب واحد فإذا الإجابة دي صحيحة رقم ثلاثة بيقول عدد حدود حدود المتابعة الهندسية 243 و81 و27 إلى لا هي الحد 9 بتساوي كام؟ طيب أنا عايز برضه أفكرك حتة كده من الحصة اللي فاتت أنا مش قلت قلت لك إن قيمة اللام قيمة الألف بتكون الحد الأول وقيمة اللام دي بتكون الحد الأخير وقلت لك إن اللام دي بتساوي الحد النوني خلاص يبقى من هنا أقدر أستنتج إن الحد النوني بيساوي 9 صح كده؟ صح طيب وقيمة الألف بتساوي كام؟ قيمة الألف بتساوي ميتين وأربعين، طيب تعرف تجيب لي قيمة الراء؟ قلت له أه أنا هقسم دوت على ده أو هقسم دوت على ده، طيب تعالى نقسم الصغيرين دول سبعة وعشرين على واحد بتطلع الإجابة تلت، تمام طيب. يبقى أنا عندي هنا الراء بتساوي تلت، عملتها على الآلة طيب تاني حاجة أنا هعمل إيه؟ هعوض في القانون بتاعي، مش أنت قايل إن الحد النوني بيساوي ألف وبعد كده راء نون ناقص الواحد، حلو قوي الحد النوني بتسح. تمام بيساوي الالف عندي بكام الالف ميتين تلاتة واربعين طيب الرو عندي بكام ثلث تمام وانا اصلا انا عايز النون بس هنا كده السؤال بيقول لي ايه عدد حدود يبقى انا عايز قيمة النون دي يبقى النون دي اصلا مجهولة عندي تمام هعمل ايه في الحالة ديت هقول لك تعالى بس نفك ده الاول انت عندك التس... واحد على التسعة ديت هي تعالى كده على جنب واحد على التسعة دي هي هي ايه هي, هي هي لو انا مثلا حطيت واحد على التلاتة اس اتنين صح كده صح تمام هي طب لو انا عايز اطلع الثلاثه اس 2 ديت فوق خلاص يبقى اخليها ثلاثه اس سالب الاثنين وصلت يبقى هنا هقول ثلاثه اس سالب الاثنين بتساوي طيب 243 ده افكها ازاي؟ افكها ثلاثه اس حاجه طب انا هعرفها ازاي؟ هقولك لك هتكتب لي على الاله الحاسبه شيفت او قبل ما تكتب شيفت خلينا كده نكتب الرقم بتاعنا تمام اللي هو 200 وبعد كده انا عارف انك مش شايف حاجه في الاله الحاسبه انا كتبت 243 تمام بعد كده اضغط على زرار الشيفت بعد كده قولى يساوي بعد كده اظهر على زرار اسمه فاكت تمام اللي هو زي الكومنت دوت اضغط عليه اسمه فاكت تمام تمام طلعت معايا 3 أس 5 تمام هو طلعها لي 3 أس 5 بتعمل إيه؟ تكتب الناتج وبعد كده تقول يساوي بعد كده تضغط على الشيفت بعد كده تضغط على زرار الكومات دوت تمام؟ هيطلع لك 3 أس 5 وبعد كده التلت اللي عبارة عن 3 أس سالب واحد مضروبة في نون ناقص واحد طيب ما تيجي نوزع ديت كده خلاص يبقى 3 أس سالب الاتنين بتساوي 3 أس 5 بعد كده التلاتة ديت اضرب بقى يبقى سالب ن والسالب في سالب موجب موجب واحد تمام كده؟ تمام اقفل قوسك يا معلم واعرف ان دي مضروبه. قلت له خلاص انا هعمل كده يبقى عند الضرب تجمع الاسس يبقى خمسه واحد سته خلاص يبقى سته ناقص النون دي طبعا في هنا ثلاثة 3 بتساوي ايه؟ بتساوي 3 وهنا سالب الاتنين يتساوى الأساسي يبقى تساوي الاسس يبقى 6 ناقص بتساوي سالب 2. خلاص يبقى بتساوي سالب ناقص خلاص يبقى هنا النون بتساوي عملت ايه؟ سمت على هنا طبعا طلع بسالب 8. سمت على سالب واحد طلعت النون معايا 8 تمام اللي هي الإجابة رقم ج يا شباب رتبة الحد الذي قيمته ألف أربعة في المتابعة الهندسية تمام أنا على طول هروح أعمل نفس السؤال اللي قبله طيب نفهم بقى يعني إيه كلمة رتبة الحد كلمة رتبة الحد ديت معناه انه عايز قيمة نون او عايز قيمة عدد الحدود برضو ودي قلتها في الشرح في الاول خالص طيب خلاص انا هنا اكتب له القانون برضو الحد النوني بيساوي الله اكبر الله أعظم الراء وهنا كده نون ناقص واحد تمام الحد النوني عندي هنا ليه قيمة اللي هو اللام اللي هو القيمة الأخيرة لا ما عنديش ليه قيمة طيب يبقى اسيبه زي ما هو طيب بقول له إيه الألف الألف قيمتها بكام؟ الألف قيمتها بتم بعد كده الراء الراء ديت اللي هي ربع على تم وبعد كده نص على ربع لو عملتها على الحاسب هيطلع اتنين تمام كده طيب النون ناقص الواحد النون هنا كانت عندي مجهولة لسه ما معرفهاش يبقى اسيبها زي ما هي ازاي يا مستر ما انت لي كده ده احنا ما استخدمناش الرقم ده بيقولك رتبه الحد الذي قيمته 1024 في المتابعه الهندسيه دي معناها ايه؟ دي معناها اللي اقيمة الحد النوني يبقى كده 1024 بيساوي ايه؟ بيساوي تمن وبعد كده اتنين ن ناقص الواحد صح كده؟ صح هعمل ايه في الحاله ديت؟ نفس الفكره التمن ديت تعالى على جنب التمن بتساوي ايه؟ بتساوي واحد على اتنين اس تلاته طلعلي اتنين اس تلاته فوق يبقى اتنين اس سالب تلاته صح كده؟ تمام يبقى اتنين اس سالب تلاته في اتنين اس ن مؤثر واحد تمام ده بيساوي ايه شايف 1024 هتروح على طول تعملها نفس الفكره بالظبط انا كتبت 1000 وبعد كده كتبت كلمه 24 تمام وقلت يساوي بعد كده رحت عملت شيفت الكوماند دوت طلع لي 2 اس 10 مظبوط قوي يا مستر 2 اس 10 خلاص انا هنا عندي 2 اس سالب 3 وهنا 2 اس نون واس 1 خلاص عند الضرب بتجمع الاسس يبقى 2 اس سالب سالب 3 و1 اوعى حد يضربها لي اوعى حد يضرب السالب 3 في النون غلطه كبيره جدا تمام طيب السالب 3 والسالب 1 اللي عباره عن سالب 4 وهنا النون موجب نون زي ما هي بيساوي 2 اس 10 خلاص هيطلع لي هنا ان سالب 4 نون بيساوي 10 تروح هناك طبعا هنا دي جت مجموعه السالب 4 تروح هناك بعكس الاشاره يبقى نون بتساوي 14 تمام يبقى النون هنا عندي بتساوي قيمة ال 14 نيجي للسؤال رقم خمسة وبيقول لي يا شباب في جميع المتبعات الآتية هندسية ما المتابعة هندسية مهندسية يعني لو قسمت دوت على ده يساوي دوت على ده تعالى كده سالب ستة على التلاتة بتساوي سالب الاتنين 12 على سالب 6 بتساوي سالب الاتنين. يبقى ديت صحيحه طيب تعالى كده لوغاريتم الف اتنين على لوغاريتم الف ديت طبعا بتساوي 2 طيب لوغاريتم الف, تلاتة على لغة اتنين. ألف اتنين 3 على لوغاريتم الف دي بتساوي 3 على 2 مش فاهمها ديت طيب تعالى نشرحها هنا انا بقول ايه تمام هنا هعمل ايه؟ انا قلت لوغاريتم الف 2 صح كده يا مستر على لوغاريتم الف صح الاتنين ديت بتنزل قدام لو تفتكر خواص اللوغاريتمات بتاعت الترم الاول اللوغاريتم الف هيروح مع لوغاريتم الف يبقى هنا بتساوي الاتنين طيب لوغاريتم الف ثلاثة اللي هي الحد الثالث على لوغاريتم الف 2 طبعا التلاته هتنزل قدام والاتنين هتنزل قدام يبقى ثلاثة لوغاريتم الف على اثنين لوغاريتم الف تمام؟ بتساوي ايه؟ طبعا اللوغاريتم ما هيروح مع اللوغاريتم الف بتساوي 3 على 2 فاكيد دوت مش بيساوي دوت، فهنا الحته ديت ما اقدرش اقول عليها ان هي ايه؟ ما اقول عليها ان هي متابعه هندسيه، لو جيت اسم ديت واحد على 3 على 2 بتساوي 2 على 3، 2 على 3 على 1 بتساوي 2 على 3، فديت صحيحه ودي برضه صحيحه فاكيد الاجابه هي, هي رقم ب. ستة بيقول لك المتابعه الهندسيه من بين المتابعات الاتيه هي تمام، تعالى كده نكتب المتابعه الهندسيه بتاعتنا. تعالى نشوف كده رقم أ أول واحدة بيقولك الحد النوني بيساوي الأربعة نون تكعيب هل ينفع إن هو يساوي الأربعة نون تكعيب أكيد ديت لأ ماشي جت موجودة في القانون أصلاً طيب تعالى نشوف اللي بعديها اللي بعديها بيقولك إن الحد النوني أنا كان عندي الحد النوني على الحد نون ناقص الواحد على الحد نون ناقص الواحد طيب معناها إيه معناها إن أنا عندي الحد النوني بتاعي تمام كده على الحد الأول اللي هو الحد الأخير على الحد الأول كان بيساوي قيمة الربع تمام اما قال لك خلاص انا هضرب دوت في ده فبالتالي طلع لي ان قيمه الحد النوني بيساوي ربع في الحد النوني ناقص الواحد بص كده ربع في الحد النوني ناقص الواحد يبقى هي فعلا الاجابه ديت هي الصحيحه بحيث ان النون كانت اكبر من او بيساوي الاثنين والحد الاول كان بيساوي واحد تمام كده تمام طيب, طيب نروح بعد كده للسؤال رقم سبعة بيقول لي ايه؟ بيقول لي الحد النوني المتتابعة طالما قال لك كلمة الحد النوني يبقى إيه هو عايز على طول الحاء نون تمام كده تمام للمتابعة الهندسية تمام دي كنت بجيبها ازاي بتساوي الف وبعد كده راء النون ناقص الواحد حلو قوي. الالف عندي كام بسالب نص خلاص يبقى سالب نص بعد كده افتح القوس الراء عندي بكام ربع على السالب نص طلعت على الحسبة بتساوي سالب نص تمام وبعد كده اقول له النون ناقص الواحد طيب النون عندي بكام لا ديت انا ما بصراحه مش معلومه خلاص يبقى تسيبها زي ما هي بالا خلاص مش دول مضروبين خلاص يبقى انا هثبت واحد منهم وعند الضرب تجمع الاسس واحد زائد نون ناقص الواحد طبعا الواحد الموجب هيروح على السالب واحد فيتبقى لي هنا ايه؟ هيتبقى لي اس نون يبقى هنا الحد النوني بيساوي سالب نص اس نون فين سالب نص اس نون اللي هي الاجابه رقم د آه رقم 8 بيقول لك الحد النوني في المتابعه الهندسيه س تكعيب و وس السالب واحد هو ايه؟ نفس فكرة السؤال اللي بعده اللي قبله معلش الحد النون بيساوي ألف وبعد كده راء نون ناقص إباحي طيب هنا الألف في قيمتها بكام؟ الألف قيمتها بسين تكعيب بعد كده الراء قيمتها بكام؟ سين على السين تكعيب طيب السين على السين تكعيب دي بتساوي كام؟ عند القسمة هتطرح على الأسس واحد ناقص التلاتة اللي هي عبارة عن سالب اتنين يبقى سين أس سالب الاتنين ولو عملت سين أس سالب واحد على سين أس واحد برضو بتساوي نفس الحاجة بالظبط تمام؟ تمام طيب هنا س اس سالب الاثنين وبعد كده ما تنساش ان هي مضروبه في ن ناقص واحد لازم تضرب الاس ده في ده الاول وبعد كده تجمعه على دوت تمام يبقى هنا أقوله ان الحد النوني بيساوي س اس 3 بعد بعد كده هتوزع دوت يبقى سالب الاثنين في ال طيب مش معنى هنا مضروب هنا ليه ما جمعتش زي دوت لان لو تلاحظ ان هنا دوت في القوس الصغير ودوت في القوس الكبير فهنا في الحاله ديت لازم اضربه في النون واضربه في الواحد تمام اما في الحاله ديت انا بجمع على بعض الحاله ديت ضرب اما الحاله اللي هنا بتكون جمع يبقى هنا س اس سالب الاثنين نون والسالب في سالب بموجب والاثنين في واحد باتنين تمام كده تمام طيب في الحاله ديت بقى انا هبدا ان انا اجمع خلاص اثبت س واحده ثلاثة و آه، تمام 3 ما تتعاملش مع النون بقى انا بجمع يبقى 3 و اللي هي عباره عن خمسة ناقص ال آه، نون طيب خمسة ناقص ال نون اهي الاجابه طلعت معايا رقم ا طيب رقم تسعة بيقول لك إذا كانت سالب واحد والسالب خمسة والسالب خمسة وعشرين والسالب مية خمسة وعشرين متابعة فإن تمام هو جايب لي الحد النوني يعني انا عايزني اجيب الحد النوني بتاعه خلاص انا هجيبها سهلة خالص انا هطلع لاول حاجة الالف بيساوي سالب واحد الراء بيساوي سالب خمسة على سالب واحد اللي هي عبارة عن خمسة سالب خمسة وعشرين على السالب خمسة اللي هي عبارة عن خمسة اصل السالب هيروح مع السالب تعالى كده سالب خمسة وعشرين على السالب خمسة السالب راح مع السالب خمسة وعشرين الخمسة فيها الخمسة تمام كده تمام طيب انت عايز الحد النوني خلاص الحد النوني بيساوي الف راء نون ناقص الواحد طيب الالف سالب واحد الراء خمسه النون تعالى كده نشوف لان النون مش معلومه يبقى النون ناقص واحد زي ما هي اوعي تتحركي تمام فعندي ديت ايه عندي ديت مش موجوده في الاختيارات طيب انا هفكرك بحاجه قلناها من شويه قلت لك ان الحد النوني على الحد نون ناقص الواحد اللي هو الحد اللي قبله دي جانب بتساوي قيمه الراء صح كده صح اكتبها عندك معلش ما قلناهاش في الاول في القوانين نسيت اقول تمام 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 هنا انا عندي الرقب كام الرقب بتساوي خمسة خلاص يبقى الخمسة بتساوي الحد النوني على الحد النون ناقص الواحد طيب اضرب لي ده في ده يبقى الحد النوني بيساوي خمسة حد النوني ناقص الواحد بص كده على الاجابه ديت اللي هي الحد النوني بيساوي خمسة حد النون ناقص الواحد يبقى لا اما ديت لا اما ديت عوضت في ديت يا معلم ما لقيتهاش في الاختيارات قلت اما اجرب ديت تمام طيب. رقم 10 الحد التالي في المتابعه الهندسيه 8 و6 و9 على 2 و27 على 8 هو كام؟ الحد التالي معناه انه عايز الحد الخامس ادي 1 2 3 4 يبقى انت عايز الحد الخامس خلاص هعوض في القانون بتاعي واجيب الحد الخامس تعملها ازاي ديت يا مستر الحد الخامس بيساوي ا را ن ناقص الواحد ن ناقص الواحد بقى اللي هي عباره عن الاربعه اللي هي ا را اس 4 طيب الالف قيمتها عندي بكام؟ الالف قيمتها عندي ب 8 خلاص يبقى 8 طيب الرا اللي هي 6 على 8 او 9 على 2 على 6 اللي هي طلعت معايا تلاتة على الأربعة خلاص يبقى تلاتة على الأربعة الكل أس أربعة عملتها على الحسبة نفس ما هي كده بالظبط طلعت واحد وتمانين على اتنين وتلاتين اللي هي الإجابة رقم د رقم حداشر إذا كانت السين أكبر من الصفر فإن أساس المتابعة الهندسية أربعة و س ناقص تلاتة و اتنين س زائد ستة هو كام؟ في الحالة ديت أنا طبعا عايز أساس المتابعة أساس المتابعة معناها إن أنت عايز إيه؟ معناها إن أنت عايز قيمة إن الراء. قيمة الراء دي اللي هي اسمها أساس من ودي قلتها في الأول خالص طيب قيمة الراء دي أنا هجيبها إزاي؟ طبعا أنا عايز أقسم ديت على ديت أو ديت على ديت ولكن أنا عندي السين دي مجهولة فبالتالي أنا لازم أجيب قيمة السين طيب السين ديت مالهاش إلا حل واحد عشان أجيبها بيها إزاي؟ مش أنت قايل لي إن السين ناقص الاتنين على الار... السين سين ناقص ثلاثة على الأربعة بتساوي الاتنين سين زائد ستة على السين ناقص ثلاثة كلامك مظبوط يا معلم طب ما تكتب لي كده يبقى السين ناقص الثلاثة على الأربعة بتساوي الاتنين سين زائد ستة على السين سين ناقص التلاتة تمام ما تضربها كده في بعض يا مستر خلاص سين في سين بسين تربيع انا معلمك انك بتضرب سين في سين وبعد كده سين في سالب تلاتة ونفس الفكرة هنا سالب تلاتة في سين وبعد كده سالب تلاتة في سالب تلاتة كلامك مظبوط تمام يبقى السين هنا في سالب تلاتة بسالب تلاتة سين ونفس الفكرة تلاتة سين تلاتة سين. سالب تلاتة في سين بسالب تلاتة سين تمام سالب تلاتة في سالب تلاتة بموجب تسعة طيب اضرب لي الجنب الثاني ال 4 في 2 س اللي هي زائد 8 موجب 8 س طيب ال 4 في 6 اللي هي موجب 24 طيب ما مم انت ممكن تجمع لي يا معلم اه ممكن اجمع لك بص كده انت عندك سالب 3 س وسالب 3 س ولكن يا مستر انت غلطت في حاجه ايه هي اه ان ديت بيساوي انت قايل ان ده في ده بيساوي ده في ده تمام اوعى تغلط فيها ديت تمام يبقى هنا س تربيع آه س تربيع وهنا السالب 6 س اللي هي سالب 3 وسالب 3 زائد 9 بتساوي ايه بتساوي 8 س زائد ال 24 ممكن اودي السينات في جنب واودي الارقام في جنب اه ينفع خلاص يبقى ال تربيع ناقص ال 6 س ناقص ال 8 س بتساوي ايه بتساوي ال 24 ناقص 9 وديت هناك بعكس الاشاره صح كده طيب سالب 6 والسالب 8 يبقى ال تربيع ناقص 18 س بيساوي بيساوي 15 لاحظ ان انا سالب 14 معلش تمام تمام يبقى هنا السالب الـ الـ السين تربيع ناقص ال 14 س ناقص ال 15 ديت كلها بتساوي الصفر اقدر احللها اه تكتبها على الاله الحاسبه هتكتب ايه هتكتب مود بعد كده 3 3 هيطلع لك الاي والبي والسي تعالى كده نكتبها تكتب الاي ب 1 بعد كده البي بيسالب 14 بعد كده السي بيسالب 15 بعد كده يساوي الحاجات دي انا ممكن اقولها في حصه لو في ناس هنا ما تعرفهاش لكن هي حاجات بسيطه جدا طيب طلعت معايا س مرة بتساوي سالب واحد وطلعت معايا ستين مرة بتساوي خمستاشر وقلت السالب دوت المفروض يبقى س بتساوي خمستاشر هي دي الإجابة الصحيحة قال لي طب ما تعوضلي هنا بقى قلت له خلاص يبقى خمستاشر ناقص ثلاثة اللي هي عبارة عن اتناشر يبقى أنا عندي كده أربعة و12 طيب والقيمة التالتة القيمة التالتة 2 في 15 ب30 30 زائد ال6 هي 36 تمام كده وقلت له لا نهاية تمام كده بالظبط كده طيب جيب لي قيمة الراء قيمة الراء اللي هي 12 على ال4 12 على ال4 بتساوي 3 ودي قيمة الراء اللي هو عايزها 36 على 12 بتساوي 3 ودي قيمة الراء اللي هو عايزها طيب رقم 12 بيقول لك الحد الرابع في المتابعة طيب ال... نروح بقى ننتقل لسؤال تاني بيقولك لك الحد الرابع في المتابعة الهندسية الحد الرابع معناها انك عايز الحد الرابع تمام كده بيساوي ألف وبعد كده افتح قوس راء هنا ن ناقص الواحد اللي هي عباره عن 4 ناقص واحد اللي هي ب 3 صح كده؟ صح. طيب عندك قيمة الألف؟ اه قيمة الألف دي أنا أقدر أفكها اه تبقى 3 أس تلاتة أس ربع واحد على الأربعة وهنا برضو 3 أس تمن دي اللي هي الحد اللي بعديها والحد الثالث اللي هو بكام؟ اللي هو بواحد. معنى الكلام إنك بتقول لي لو قسمت دوت على دوت بيساوي نفس القيمة لو قسمت دوت على ده. أيوه قسمتهم على بعض في الآلة الحاسبة طلعت لي قيمة من عشرة كده وشوية أرقام تانية كتيرة. خلاص يبقى الحد الرابع بيساوي قيمة الألف اللي هي قيمة تلاتة أس ربع تلاتة أس ربع بعد كده افتح قوس هنا هتكتب الرع قيمتها بكام اكتب أي قيمة مثلا واحد على تلاتة أس توم يبقى واحد على تلاتة أس إيه أس تم جميل كده تمام وما تنساش ان كل ده تكعيب طيب شلف شايف 3 اس 8 دي انا ممكن اعمل فيها ايه تعال اقول بص هنا كده ثلاثة اس ربع سيبها زي ما هي هنا ال 3 ال فوق ممكن اخليها سالب يبقى اس سالب تمن صح كده صح الكل اس 3 عارف لو انت كنت قلت انا هقسم ده على ده كان هيطلع لك ايه كان هيطلع لك انك لو قسمت مثلا دوت على ده يطلع لك برده اس سالب تمن على طول طيب انا بعد كده انا لازم اضرب ال ديت في الاس دوت فيطلع لي هنا 3 أس سالب 3 على 8 صح كده؟ صح وهنا 3 أس ربع عند الضرب تجمع الأسس يبقى هنا الحد الرابع انت نسيت خالص المستر هنثبت ال 3 هنجمع ربع وسالب 3 على 8 طلعت الإجابة سالب 8 يا معلم سالب 8 اللي هي أقدر أقول إن الحد الرابع بيساوي 1 واحد. واحد على ايه واحد على ايه لا بيساوي 3 اس يا مستر 1 على 8 بس انت عايز تقول ان هي كده هتبقى في المقام تعالى بس نكتبها صح يبقى الحد الرابع بيساوي 1 على 3 اس 2 صح كده صح اجانا 3 اس سالب 1 على 8 خلاص انا حطيتها في المقام طيب يبقى ديت بتساوي ايه تعالى كده نشوف بقى في الايه نشوف في الحاجات اللي عندك هنا كده 1 اس 3 الكل اس 8 3 جذر ال 8 طب ما ديت صح ازاي تعالى اما اقول لك ما هي 3 اس 8 ديت اللي هي عبار انت قلت لي الاس اللي جوه على الاس اللي بره يبقى الاس اللي جوه جان بكام يبقى الاس هنا جان كده 3 والاس اللي جوه جان بواحد 1 والاس اللي بره جان بثمانية 8 وهنا الواحد زي ما هو يبقى ديت فعلا طلعت الاجابه رقم جيم ركز لي قوي كده وانت شغال 13 مرتبه اول حد اصغر من الواحد الصحيح يعني ايه اصغر من الواحد الصحيح يعني انت هتساوي المساله بالواحد الصحيح وبعد كده تجيب اللي اصغر من العدد دوت تمام طيب انا عارف الرتبه اللي هي بتساوي ايه الرتبه اللي هي بتساوي قيمه النون خلاص يبقى إيه انا هروح اكتب له على طول القانون الحد النوني بيساوي ألف ر نون ناقص الواحد تمام الحد النوني عندي ليه قيمه لا ما يبقى بيساوي الالف الراء آه الالف بألف أربعة وعشرين ألف أربعة وعشرين تمام كده وبعد كده قيمة الراء طيب قيمة الراء اللي هي خمسمائة على ألف أربعة وعشرين طلعت معايا بنص تمام كده يبقى هنا قيمة الراء بتساوي نص تمام هسيب النص زي ما هي والنون انا مش عارف طيب الحد النوني بتساوي واحد جبتها ازاي مستر مثلا انا قلت لك انا هساويها بالواحد وبعد كده هجيب الاصغر من الواحد يعني بدل ما اكتب هنا مثلا اصغر من الواحد لا انا هساويها بالواحد الاول هما بيحلوها بالطريقة دي يبقى هنا كده واحد وهنا 1024 هنا كده يا مستر انا عن عندي نص اس نون ناقص الواحد ولكن هنا في حاجة ممكن اعملها ايه هي الحاجة اللي ممكن اعملها ال 1024 لسه إيه قايل لك دلوقتي تعملها الآلة الحاسبة ازاي من شوية طلعت 2 اس 10 الناس اللي لسه فاكره تمام والنص ديت اللي عباره عن 2 اس سالب واحد ولكن السالب واحد دي هنضربها هنا فهتبقى سالب نون زائد الواحد وصلت 2 اس سالب واحد والسالب واحد دوت هيجي 2 اس سالب واحد ضربت السالب واحد هنا تبقى سالب نون والسالب واحد يبقى موجب واحد في واحد بواحد تمام تمام في الحاله ديت انا لازم اجمع يبقى خلاص هنا 10 وهنا واحد يبقى 2 اس 11 ناقص النون بتساوي واحد تمام كده افتكر ان أي حاجة أُس صفر أي حاجة أُس صفر بواحد يبقى إذا ال11 ناقص النون ديت بتساوي صفر يبقى النون بتساوي 11 ولكن أنا قلت لك إيه؟ أنا قلت لك إن الحد النوني الحد النوني أصغر من ال11 كده أنا عايزك تفهم أنا عايزك تفهم هنا الحد النوني تمام كده ماله بقى؟ أصغر؟ لأ أفهمك بحتة تانية أنت مش بتقولي إن عايز أصغر أصغر من الواحد الصحيح الواحد الصحيح كان بيساوي 11 طيب يبقى الأصغر من الواحد الصحيح بيساوي كام؟ قال لك بيساوي 12 جبتها ازاي دي مش المفروض بيساوي 10 فقال لك هنا بقى حاجه اسمها العلاقه عكسيه يعني قال لك الحد النوني دوت لما هو هيقل لما انا عايزه يبقى قيمه اقل لازم النون ديت قيمتها تزداد تاني كده ليه؟ تعالى اما اقول لك انا مش عندي هنا الشكل اللي قدام هنا كان ايه؟ بص كده 1024 بعد 512 بعد كده 256 وص... معناه ان هو بيقل بايه؟ بيقل يعني تناقصيه، يعني 256 دي هتلاقيها بقت اقل 100 وحاجه وبعد كده هتوصل لحد ايه؟ هتوصل لحد الصفر، فبالتالي هو قال لك ان هي بتقل، فبالتالي كل ما هي بتقل كده ايه اللي بيحصل للحد النوني؟ اكيد الحد النوني بيكون بيقل ولحد ما يوصل لسالب فهيبقى اصغر من الواحد الصحيح. طيب لما يوصل لسالب ويبقى اصغر من الواحد الصحيح هتلاقي القيمه بتاعت النون بقت بعيده قوي، يعني ايه بقت بعيده قوي؟ يعني مثلا هنا كده جنب 11 بتساوي الواحد الصحيح، يبقى اللي جانت هنا بقى اللي هي السالبه اللي بعدها اكيد جنب 12 تمام؟ لكن 10 دي جانت الموجبه اللي قبلها، وصلت ربك كل الحته دي وصلت. رقم 14 بيقول لك اذا كان الالف والباء والجيم متتابعه هندسيه اساسها راء فان الالف الواحد على الف تربيع الواحد على الباء تربيع والواحد على الجيم تربيع دي على طول بدون اي نقاش بتساوي واحد على الراء تربيع. جبتها ازاي؟ دي نفس فكره السؤال اللي قبليها مش انا قلت لك ان الحد النوني والنون علاقه عكسيه لا هنا بقى هقول لك ان ال ان الحدود اللي هنا والراء ديت علاقه طرديه يعني مثلا انا الالف اهي تمام لما خليتها واحد على ألف تربيع وهي كانت قاعده اهي خلاص هتبقى واحد على الراء تربيع مفيش اي مشكله الاساس هتمرمطه زي ما بيتمرمط الحدود طيب إيه، 15 بيقول اذا كان الالف والباء والجيم والدال والهاء في تتابع هندسي فان الهاء على الجيم بص يا معلم انا فاهمها لك بالعاميه الهاء على الجيم يبقى اكيد بتساوي الدال على الباء او بتساوي الجيم على الالف اللي هو انت مشيت هنا وسبت واحد في النص خلاص امشي هنا وسيب لي واحد في النص وامشي هنا وسيب لي واحد في النص تمام؟ تمام. أما يجي يقول لك بتساوي الدال على الجيم، الدال على الجيم، لا أنت ما سبتش واحد في النص يا معلم. باء على الألف ما سبتش واحد في النص. جيم على الباء، جيم على الباء، ما سبتش واحد في النص، دال على الباء، آه هي الصح. في ناس بقى تقولها لك بطريقة تانية: ألف على الباء بتساوي باء على الجيم، بتساوي دال على الجيم، بتساوي هاء على الدال. هاء على الدال، صح كده؟ تمام؟ بعد كده يقول لك أنت عايز الهاء على الجيم، الهاء على الجيم. يبقى خلاص بتساوي إيه؟ بتساوي الدال على الباء، بس كده. بس هي الطريقة بتاعتنا أسهل. الصفحة دي كلها عبارة عن مصطلح نيجي بعد كده رقم 16 بيقولك لك المتابعة الهندسية التي حدها الأول بيساوي 1000 وأساسها بيساوي رأ تكون تزايدية إذا كانت عارف يعني إيه تزايدية؟ يعني تلاقيها بتزداد 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 طبعا اللي هي بتزداد يعني مثلا افترضنا إن هي 2 بعد كده 4 بعد كده بقت 8 بعد كده مثلا بقت 16 تمام يبقى في الحالة ديت هي بتزداد بنسبة ثابتة طيب تعالى كده مثلا نجيب رقم أقل من الاتنين يبقى يعني هنا كده مثلا واحد صح كده؟ صح تمام هنا بيقولك بقى الألف أكبر من الصفر الألف أكبر من الصفر ولا الألف أقل من الصفر؟ هتقولي ما الألف مجابهة تبقى الألف أكبر من الصفر هقولك ولكن اصبر عليا أنا عندي هنا الألف ممكن تبدأ من السالب تاني كده الألف ممكن تبدأ من السالب ازاي؟ أو بلاش الحتة اللي بجنب تاني بيقول لك الالف هنا هتبقى اصغر من الصفر طيب تعالى ما فهمها لك بص كده الاعداد اللي بعديها اكيد الاعداد اللي بعديها انت شايف ان هي اكبر يعني هي بتزداد لحد موجب ما لا نهايه صح كده بتزداد لحد موجب ما لا نهايه فبالتالي تلاقي الالف دي اقل قيمه فيهم فهو بقى جابها من هنا قال لك خلاص يبقى الالف دي اصغر من الصفر لكن هي في الحقيقه ما بتكونش اصغر من الصفر بالظبط لكن هي بتكون اصغر قيمه في الحدود تمام تمام في التزايديه بتكون هي اقل قيمه فقال لك خلاص تبقى ديت كده طيب الراء بقى اللي هي نسبه التزايد يعني مثلا هنا 4 على 2 بتساوي 2 8 على 4 بتساوي 2 هنا بقى كانت نسبتها ايه اه كانت نسبتها فعلا كانت أج... نسبتها اكبر من الصفر واقل من الواحد بس هي هنا ما كانتش اكبر من الصفر واقل من الواحد هو هنا بقى بيجيبها لك تقريبا يعني انت مثلا عندك هنا الالف ما كانتش اصغر من الصفر فعلا تمام وعندك هنا برده الراء ما كانتش ما كانتش اصغر من الواحد لكن هي تقريبا كانت نسبه موجبه ما كانتش هنا كده زي هنا نسبه سالبه طيب رقم 17 تبع هندسية التي حدد الاول نفس الفكره بس بيقول لك هنا تناقصيه طبعا تناقصيه هتبقى العكس هتبقى الالف اكبر من ايه الالف اكبر من الصفر ازاي عشان هنا هتكون عندك مثلاً مثلا 16 بعد كده بيقلوا لحد ما يوصلوا لسالب ما لا نهايه تمام فالالف بالنسبه لهم كانت اكبر قيمه فيهم تمام طيب والراء ما هي الراء برده كانت نسبه ايه كانت نسبه ثابته كانت نسبه ثابته موجبه تمام المتابعة الهندسية هنا غير متناوبة الإشارة معناها إن هي تذبذبية، التذبذبية ديت لازم تكون عارفها إن الألف بتكون أكبر من الصفر، تمام؟ يعني هي بتكون نفس التناقصية بالظبط، نفس التناقصية بالظبط، تمام طيب رقم 19 شكل مقابل لمسألة المتابعة الهندسية حدها العام بيساوي حاء نون تمام طيب. تعالى بص كده على المتابعة الهندسية اللي قدامك ديت يا معلم انا كده وصلتها عشان نعرف هي ماشية منين بص كده بيقول لك لما انا عوضت بقيمة الاثنين طلعت لي باثنين ولما انا عوضت هنا بقيمة ثلاثة طلعت لي بسالب الاثنين ولو ما عوضت بالاربعة طلعت لي 2 لما عوضت بخمسة طلعت لي بسالب اتنين لما ب بستة طلعت لي باتنين. اكيد ديت شايف ان هي عشان مرة سالب اتنين اتنين. سالب اتنين واتنين. سالب, سالب, سالب صح كده فاكيد انت ان هي تمام تمام طيب قلت لك بقى ارسمها لك. تقول لي خلاص الف وبعد كده راء نون ناقص الواحد طيب الالف عندي بكام الالف هنا قيمتها اللهم صل على النبي باتنين غلط سالب اتنين الواحد لما عوضت النون بواحد لما عوضت النون بواحد طلعت الالف بسالب الاتنين خلاص يبقى هنا سالب الاتنين طيب الراء قيمتها بكام الراء قيمتها بسالب واحد ديت على طول طيب مع النون كنت معوض عنها بواحد يبقى واحد ناقص واحد بصفر اي حاجه اس صفر بواحد يبقى هنا اكيد القيمه بتاعتنا كانت سالب الاثنين وبعد كده بتضيف عليها انت بقى قيمه النون بتاعتك يعني هنا مثلا تعال نجرب سالب الاثنين اس واحد طلعت بكام؟ طلعت بسالب اثنين سالب الاثنين اس اثنين طلعت باثنين انت ممكن تجرب هنا ديت اعداد النون وتشوف مين اللي هتوفق معاكم فهيطلع سالب اثنين اس نون رقم 20 اذا كان الف والباء والجيم في تتابع الهندسي واساس المتابع راء فان جميع العبارات الاتيه صحيحه معنا طيب تعالى كده نشوف انت عارف ان هنا الف على الباء بتساوي ب على الجيم الالف لا معلش غلط هنا احنا بناخدها من العكس بنقول ايه بنقول ان الباء على الالف الباء على الالف بيساوي ايه طبعا الباء على الالف بتساوي جيم على الباء ودي اللي هي بتساوي اصلا قيمه الراء اللي انا عايزها طيب الراء بيقول لك بتساوي الباء على الالف دي صحيحه الراء بتساوي الجيم على باء دي صحيحه الراء بتساوي الباء تربيع على الالف جيم دي غلط طيب الراء بتساوي الباء زائد الجيم على الالف زائد ايه؟ على الالف زائد الباء، عارف جابها ازاي؟ قال لك جمعت ده وجمعت ده مقدمات والتوالي النسب ديت صحيحه، طيب ديت ليه خطوات؟ تعالى اقول لك. قال لك اصلنا لما هاجي مثلا اعمل ديت يعني مثلا هنا كان عندي باء على الالف بيساوي جيم على الباء، صح كده؟ صح، قال لك أنا هضربهم في بعض، خلاص يبقى الباقي تربيع بتساوي الألف في الجيم، قال لك الباقي تربيع بتساوي الألف في الجيم، مش الباقي تربيع على الألف جيم، تمام؟ رقم 21 إذا كان الحد الثالث فيه متابعه هندسية بيساوي أربعة، فإن حصل ضرب أول خمس حدود هو كام؟ ركز معايا بقى في السؤال دوت، هنا هكتب له الحد رقم ثلاثة بيساوي ألف وهنا راء أس اتنين، تمام؟ الحد في فيه متابعة هندسية بيساوي أربعة، يعني الحد الثالث دوت بيساوي أربعة، تمام؟ معناها إن ألف وبعد كده ر أس اتنين ديت بتساوي أربعة بس وقفلي لحد هنا تمام فإن حاصل ضرب أول خمس حدود هو كام؟ اول خمس حدود سهله الحد الاول بيساوي كام الحد الاول بيساوي ألف صح كده في ألف را اللي هو الحد الثاني في ألف را اس 2 اللي هو الحد الثالث في ألف را اس 3 اللي هو الحد الرابع في ألف را اس 4 ده اللي هو الحد الخامس طب جبتها ازاي يا مستر تعالى افهمك واحده ا را اس 3 دي اللي هي الحد الرابع جبتها ازاي بتساوي ألف وبعد كده را ن ناقص واحد اللي هي اس 3 وهكذا عملتهم على الباقي تمام دي بتساوي كام ألف في ا في ا في ا في ا اللي هي ألف اس خمسة تمام ألف أس خمسة وهنا وهنا راء في راء اتنين في راء تلاتة في راء أربعة اللي هي راء أس عشرة تمام كده قالك خلاص أنا هاخد ألف راء كده وال... وهنا هتبقى الراء عليها بس تربيع وهنا كده اقدر اقول ان هنا خمسه فبالتالي 2 في 5 ب 10 راء وهنا كده اللي هو راء قص 10 يعني وهنا الخمسه توزع الالف فهتطلع نفس الناتج بالظبط طيب قال لك الف اس ر تربيع دي اللي هي بكام اللي انت بتطلعها لي ب 4 خلاص يبقى الناتج بيساوي 4 اس 5 4 اس 5 اللي هي الاجابه رقم ج رقم 22 اذا كان الحد الثالث في متابعه هندسيه بيساوي مربع حدها الاول وحدها الثاني بيساوي 8 فان حدها السادس بيساوي كام طيب تعالى نترجم السؤال الحد الثالث بالدابة طبعا بيساوي ايه بيساوي ألف راء اتنين صح كده صح بيساوي مربع حدها الأول طيب حدها الأول دوت بيساوي ألف بس طيب مربع حدها الأول يعني تقصد إن الألف راء تربيع ده بيساوي ألف تربيع صح يبقى الألف راء أس اتنين دوت بيساوي ألف تربيع تمام وبتقولي لي هنا وحدها الثاني بيساوي تمانية حدها الثاني دوت اللي هو ألف راء بتساوي تمانية جميل أوي طيب فان حدها السادس هو عايز حدها السادس طيب تعالى نستنتج حاجه من دي انا هنا اقدر ارسم على الالف وهنا اقدر ارسم على الالف يبقى الف راحت مع الالف يبقى الراء تربيع دي طلعت تساوي قيمه الالف تمام كده تمام قلت له خلاص ما انا اقدر اشيل الالف اللي هناك دي واعوض عنها براء تربيع يبقى راء تربيع في راء بتساوي 8 يبقى الراء اس 3 بتساوي 8 يبقى الراء بتساوي 2 صح كده صح انا طلعت قيمه للراء خلاص اروح اعوض عنها هنا يبقى الالف في 2 بتساوي 8 8 على ال 2 اللي هي ب 4 يبقى الالف برده بتساوي 4 طلعت قيمه الالف طلعت قيمه الراء يبقى اروح على طول اجيب الحد السادس الحد السادس بي... السادس بيجيب الف راء اس 5 الالف عندي ب 4 في الراء عندي ب 2 2 اس 5 32 32 في 4 اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بتساوي 124 رقم 23 معلش يا شباب 128 معلش اسف طيب رقم 23 بيقول لك الحد النوني متابع هندسيه الزاويه وكان الحاء م زائد النون بتساوي ك والحاء م ناقص النون بتساوي ه فان الحاء م بتساوي ك بت... الحاء م بالديت بتساوي كام السؤال دوت سهل جدا بس ركز معايا ادي المعطيات بتاعتي الحاء م زائد النون بتساوي كاف طيب الحاء م زائد النون دي بتساوي كام؟ تعالى على جنب. ح م زائد النون ديت عبارة عن ألف وبعد كده راء، الـ راء نون دي كلها قيمة النون ناقص الواحد، يبقى م زائد النون ناقص الواحد، تمام؟ جيبها لي في الجنب التاني يبقى ح ألف ناقص النون ديت اللي هي عبارة عن، على فكرة دي م ناقص النون، تمام؟ تمام عبارة عن ألف وبعد كده راء ميم ناقص النون ناقص واحد. قال خلاص اضرب لي الاثنين دول في بعض يبقى الكاف قال خلاص اضرب لي الاثنين دول كده اضرب لي الاثنين دول في بعض خلاص يبقى الكاف في الهاء اللي هم القيم بتاعتهم بتساوي ايه؟ بتساوي ا راء ثبتها هنا م آه والميم يبقى كده انا بجمع الاسس يبقى كده عندي اثنين ميم تمام كده وموجب ن وسالب ن دول راحوا مع بعض عندك هنا سالب واحد وعندك هنا سالب واحد سالب واحد سالب واحد اللي هم عباره عن سالب الاثنين صح كده؟ قال لك هنا خلاص يبقى انا عندي الكاف ه ديت بتساوي الف وبعد كده راء وناخد الاثنين عامل مشترك يبقى هنا ميم ناقص الواحد ولكن بقى في حاجه مهمه قوي 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 وانا بضرب هنا انا لازم اضرب دوت في ده يبقى ألف تربيع والراء تربيع وبعد كده اجمع الاسس يبقى هنا عندي ألف تربيع وهنا عندي راء تربيع يعني عندي ايه يعني عندي ألف راء كل تربيع وعندك هنا ايه وعندك هنا اثنين إيه؟ ميم ناقص الواحد كدا؟ تمام كده تمام قال لك خلاص التربيع ديت انا ممكن اود اجيب بها الجذر هناك يبقى الجذر الكاف هاء ديت بتساوي ايه ديت بتساوي الالف راء وبعد كده 2 م ناقص الواحد دي اللي هي تبع الاس ما اي علاقه يبقى هنا الالف راء 2 م ناقص الواحد ديت بتساوي كاف ايه كاف ايه كاف هاء تمام كده تمام بس كده الحلقه بتاعتنا خلصت النهارده يا رب تكون الحلقه فادتكم اشوفكم خير الحلقه الجايه والسلام عليكم